يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا وحرف النداء إلهي با أوييريا أو كله أدومه النفوق كحق قدبيو مرنا الرحمة بإلهي أكبر سبيلي إلهي عز وجل نحريس يصير بالله أنتحي دروب تودن إلهي ودافع يا صون نقض الرجل لي يا ورقي قال لماذا صوم رين ويا ورقي الشركة صوم رين ويا ورقا قاركو انتي عنصو أدابولين أي نبي محمد بقال يكره الإبادين عمر بن عاص با كمدا إكرم بن أبي جهل با كمدا خالد بن الوليد با كمدا وحشي با كمدا عمر بن الخطاب با كمدا مالين عمر بن الخطاب دون يوم الصو إسلامه وحاو الصو السعودي نبي محمد بن قبك صوته عمر مالين تو إسلام أي سافتي سيدو سوجي لقارتي ومكة لجوغة مكة ترى المسلمين تمرقى واحد قياس عليه الدور يصد مفه كل يوم المسلمين انتو صور بقاطي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عمر كان مسلمي اسلام لماذا قرصنا يا عمر كان بقايا عمر لين لقى بقابوها ايا اركع عمر وسيفتي جاي لقارتي يا ابن خطاب يا عمر الى اين حقا بصعطا وعلى الى محمد محمد باكو صعدا بولي هم حتى دوني محمد اما اسادا اما واني قبولي لو دا ميدن برنات ادوك جوغي يبولي لو دا ميدن بادوك جوغي اما اسادا جوغي وانا دمان اما اسادا دمان ادوك كتب انا الهولان بولي هم حتى ربطا وادي جو دابو رسولو دل كهي دباتة اللون احكياني وما ديو نبا زيسات وادي دار كهيه سعد بن ابي وقاص عمر كان ام محمد محافظ خدوني يقول محمد واحد ضد ليسو اقل كان ولا شا ما وصو اتني اقل كان ولا شا دينك محمد اني لي لدي اتكعب الانسان صوت اقل كان ولا شا دينك سي اي قشي ما بكوني وسعد بن ابي وقاص وحي سقوا لي بلايا عمر نبي ذو بلك جدي بلك لك جدي مسلمه يا عمر ونن لك ابو مركز ودب أهل ببغل ولا شيء فاطمة ها ولا شيء يا سيد يا سعيد قولي قول الدين تسلام هو قش مركب أصول مقدة بين عمر قولي ولا شيء بقصول مقدة سعد بن أبي وقاص وحول مركب اللي مركب عمر وكد جيست النبي قاعد أصول سعودي أيا أنا أقول أشكر له تيمي والله واحد دوني إلى هاك لبض مربع هذا النبي محمد أنا كجدي عمر شرقيس قولي بصوغة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها هي زوج شيخ سعيد ابن زيد وحلجوا لمركة خباب وصورة طه ومركة النبي قال لك كسر دكتي أي مركة لمن من القرآن كأكل كده حتى تكون برايا قال كي الدين تسلم وصومرت بلاجة قال كي صومرت إن قال الحمد لله مساجد مدارس يا معاهد بل إسلامة وكان يسلكوا ومن ضدك أشهاد أي ولا أشهاد الأيام أي إلى هنا دح جوجي وما قالوا من مركز مرة سال مغلى سأذانك من لبده بأن ما إلى صلاة الفجر أي ما إلى فرع حسن سأدي كدواقيس عمر ولا شيء ممكن حال وربا يجا كسو غاره او مخاي لا ور دينتي اللي بعد كبخله يا كو شيغي والله اي شيغي مركو دينه سو مريه ما مقلي القران كان الاخر لي ولو انو ذا مشى كو هيس سو صار بكل القران كله خباب با مركا عمرنا يدا يا نينكي خباب لو صحابيه ورجي أبوه الرئيسي أوائل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم دارت أرقم بالأرقام النبي كجرا يرجع مركا النبي اللجوغا أقول بالنبي آيالها قرآن كدوش يسكو السودغا أي انتو قادم مركا أقل لغا صحابة مركا ومكا اللجوغا أي بمشاهد انتو تلبو أقل بحافظ بكسو أخيا يدكو أسو شعيلا مركا سو عمر حناقي سو سار بول واحد ما شكو هايسي لا شيء سيدي يقول مركا كبولي وضرب حالا بعضوك كل دفتي مركا سيقول ولا شيء أي كذا ما حدش مركا سيقول تري وركا كع وكب حلي الدين تاع لبعت الدين تاع شركة قال لي ماذا قصوا من هذه الدكتور وهذا كب حلي تري
muslimad baan ahay ninkayguna waa muslim waxaad doontana samee bay ku tiri cumar waad samayn karto marku hadalkaa walaashii uu ka maqlay dharbaaxu ku dhiftay baa layidhi afkayga ayaa dhiigay markaasay ku tiri waxa le waxaad doonta samee cumarow waa kuu cabayn ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu aniga ninkaygu dad muslimiina ayaa nahay diinta islaamka ilaahayna siiyo waa ku noolaanaynaa waana ku dhimanaynaa kana soo noqoni mayna waxaad doonta samee bay ku tiri markuu arkay casiimada iyo go'aanka walaashii ay qaadatay iyo dhiigga afkayga ka socda ayuu yidhi hadalkii meesha waxaad ku akhriyayseen uuna ii dhib buu ku yidhi maxamedna aad ku jooga ay tus markaa bay ku tidhi kuu dhibi maayo bay ku tidhi waa kalaamkii ilaahay weeyaan kalaamkii ilaahay adigana najaas baa tahay nin mushrika oo najaas ayaatoo kuu dhibi maayo bay ku tidhi markaasuu yidhi ii dhib buu yidhi islaamnimada bartoon arkaan rabaaya kula arkee hadalkaa markay ka maqashay ay aragtay cumar oo isbedelo qalbigiisa naxariis ku soo degtay ayay ku tiri nin mushrika oo najaasa ilaahay kalaamkiisa loo dhibi maayo laa yamasuhu ila almutaharuun orod horta soo meydo soo weysa qaado dadna markaasu cumar soo qubaystay baa la yidhi dadna markaasi haragii markaa uu ku qornaa qur-aanku ayay u dhiibtay cumar bnu khataab nin ree magaala ayuu ahaa suuratu taahaa buu akhriyey taah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkirata liman yakhsha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaat alcula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى أواخر كيد آياتها أهر سورة طه أي عمر بن الخطاب بشي سلقوا أخري إسر أخر سنايا إلا أنت أنا كقوم يسمارك ثاني إشي سا مر علي مر كل عمر للمريب ويري والله هذا كان هذا البشر ماها هذا البني آدم كوها الله ما هنا محمد يجي عليه الصلاة والسلام خباب رضي الله عنه oo markaa meel ku dhuumanayo la qarinayay ayaa mar alle markuu maqlay cumar bnu khataab oo lulmaynaya kuna dhawaaqay oo le ayna muxamed ayna muxamed muxamed mee ii geeyayso wala markuu maqlay ayuu soo baxo markaa buu ku yidhi abshir yaa cumar yaa cumar bishaarayso ducadii nebi maxamed habeen hore khamiista uu ducaynayay aday ducadii kugu dhacdeen bishaarayso buu ku yidhi waa maxay ducadaas khabaab wuxuu yidhi waxaan dhadaayaa ku maqlaayay habeen hore nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo saacadihii dambe ku ducaynaya oo leh ilaahow labada cumar midkood diintan islaamka ilaahow ku cizayo kor ugu qaad allaahuma acizza alislaama biaxad alcumarayn cumar bnu khataab radi allahu canhu iyo camar binu hishaam waa labada nin ee quraysh ugu raganimada badnayd weeyaan ugu geesisanaa weeyaan ugu raganimada adkayd ee ugu qalbiga fiicnaa bay ahaayeen baa layidhi markaasuu nebi maxamed uu leeyahay ilaahu labadaa cumar midkood diintan islaamka ilaahu ku cizayo ku quuyo kor ilaahu diinta ugu qaad diintan ilaahay isaga kor u qaadanaya laakiin dad baa ilaahay kor ugu qaada diinta ugu xadiiskaa maxaa laga fahmayaa diintu rag bay u baahan tahay diintu rag dhaqaale labay u baahan tahay diintu rag raganimo labay u baahan tahay diintu rag cilmi labay u baahan tahay diintu rag yidhaahda anna kaala bay u baahan tahay diintu oo fiicantaba labada cumar midkood ilaahu diinta kor ugu qaad buu yidhi marka khabaab wuxuu yidhi ducadaa maadaama nebi maxamed dhagahayga anaan ka maqlaayay adaa ducadii kugu dhacday bashaaraysa buu ku yidhi cumarow markaas orodo kaala nebiga ii geeyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar taasaa nebiga loogu keenay sal alay slam weliba markuu rasuulka u soo galay halkaabuu nebigu kaga booday baa la yidhi dadna halkaabuu nebigu sidaas kugu qabtay wuxuu ku yidhi yabna khataab aslim yabna khataab yana khataab oo islaam oo diinta islaamka soo gal allaahuma ahda cumara buu nebigu yihi haddan ilaaha cumarna qalbigiisa aad ahayo soo jeedi addacwa waadducaa addacwa labadaa buu nebigu cumar isku raaciyay dacwad uu u yeeray cumar soo islaam buu ka yimi allaahuma ahdi cumar buu nebigu hadda ilaahu cumar soo hadee ilaahu qalbigiisa adiga ahayo xaggan usoo jeeda xagga ilaahi xagga rasuulkiisa markaasuu ila maa tadcu yaa rasuul allah waxaad iigu yeedhaysid idii bandhigaysid ii sheeg buu ka yimi dadna markaabuu nebigu u tiriyay arkaan alislaamka rukunadii ugu horreeyey iyo silatu raximkii iyo awsaanta iyo asnaamta cibaadadooda in laga tuga iyo shirkiga laga dhexbaxo ayuu nebigu u sheegay cumar halkiiba cumar ku islaamay
saxaabada nabigu takbiir bay ku dhifteen, waxau noqday ninkii afartanaad buu noqday islaamnimada, ninkii afartanaad afartan. Laakiin booskeedu cumar soo gaaray markii dambe, booskii labaad buu galay. Yaa ka horreeyay bal sheeg? Abuubakar Sidiiq. Sideed iyo soddon nin buu cumar sidaa uga soo tallaabsaday, uu soo wareegay. Waa cumar uu Abuubakar isdiba taagay, waliba Abuubakarna kama arhin uu la tartamay uu gaadhi waayey mooyaane. Siirada ku taalla iyadu xadiista rasuulka tartan ragannimada nebi maxamed uu ku ogaayo ilaahay ugu baryaayay buu cadaystay cumar markiiba. Wuxuu yidhi xaq ma ku taaganahay? Haa. Baadil ma ku taagan yihiin? Haa. Oo xaqa maxaa loo qarin? Buu yidhi bannaankan u saarayay labaatan iyo niga laygu dalay buu yidhi. Xamsana sagaal iyo toban buu ka haystaa layidhi, cumarna sagaal iyo toban buu ka haystay. Magaalada Maka nina xaggaa buu ka soo galay, nina xaggaa buu ka soo galay. Labada nin ee jamaacadada watay hor socdana waa laba nin aan lagu dhici karayn, Xamsa asadullaahi wa asadu rasuulihi iyo cumar alfaaruq radiallahu anhu. Ninkii xaq iyo baadilka ilaahay sababtiisa uu ku kala saaray waa cumar. Labadaa nin baa labada jamaaca hogaaminaysa. Ragannimadoodii xaqay u muujiyeen. Innagu ragannimadeeni halkeen geyna maanta? Yaa muslim, ragannimadaada adu halkeed dhigtay? Reer Hebel baan ahay baa dariiqa la fadhidaa. Maxay reer Hebel ku qabanayaan? Agtaadaba taaruku salaad inaa ka buuxee. Maxay reer Hebel ku qaban? Ummaddii baad arkaysaa maalinba maalinta ka dambaysa ilaahay iyo rasuulka ka sii dheeraanaysa. Reer Hebel nima maqaaxida la fadhidaa? Ragannimadaada waxaa la rabaa inaad diintaad wax ku tarto. Diin baa ilaahay ku siiyey. Waxaad haysatay ilaahay adduunka dusheeda uu kugu siiyey inta aanan lagaa qaadin meesha saxda u isticmaal. Haddii aad meel qalada u isticmaasho waxaad ku dhici doontaa khasaaro uu qof weligiina ka soo kacay. Sagaal iyo tobankii nin walba uu kaxaysay magaalada Maka sida ula soo dhex maray Quraysh wayaabeen, way quusatay, khalaas. Kuwa ayaa hogaaminaya Xamse, kuwaana ayaa hogaaminaya Cumar Alfaaruuq. Markaasuu cumar leeyahay, ayaana la hadlay, waa kale xaq baan wadnaa, xaq naquulu laa ilaaha ila allah amaamakum. Saasuu kula Qurayshay, waxaad qaadaysaan ba qaada buu leeyahay. Laa ilaaha ila allah baan ummadda u sheegannaa, wax kana sheegannaa. Habeenkaa islaamka cizi laguma horreyn. Islaamnimada cumar bin khataab uu islaamay baa la yidhi nebi maxamed maalin uu ka farxad badan adduunka la soo maray. Labada buurooda Makee nebi maxamed uu dhex joogay maalin uu kaga farxad badnaa islaamnimada cumar ma soo marin baa la yidhi. Raggaa marka hore ku taabaayo nebiga inay soo dilaan ee gaalnimadii iyo shirkigana soo maray ayaa qur-aanku leeyahay, qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah. Naxariista ilaah ka quusanina kaala soo noqda, ilaahay u soo noqda toobadkeenna. Innakana markaa maxaad u malayn markaas dadkeena muslimiinta ee islaamnimada ku dhashay ee shaydaanka iyo shahawaadku iyo naftoodu ay ka qaalib noqotay ee macaasida ku jira, waxay u baahannahay keliya in qofka la xasuusiyo toobada la xasuusiyo bas. Soo leeyahay muslim, soo noqo, ilaahay u soo noqo. Imaam Malik, Malik bin Dinar raxmatullaahi calayhi ayaa arkay nin sakhraansan, nin muslima oo sakhraansan, khamri intuu cabbay, khamrigii halkaa ka daadanayso meel xun oo wasakhara dhex fadhiya, ismu jalaalana uu afkiisa ka soo baxayo. Allah Allah Allah, waa cajiib soo maa. Waxaan xasuustaa maalin annagoo jawlad samaynayna ayaa nin muslima oo markaas sakhraansan oo dhacdhacaya baan aragnay. Markaabu sidaa ayay eegay, yaa sheekh, war yaa sheekhow, qul kullun yacmalu calaa shaakilatihi
فربكم ما أعلم بمن هو أهدى السبيل بيود الأخرية وأسخرة وهيامي سلام عليكم وسلام المرق ما في عندها واسك في عندها يقول نبي محمد أذيركي ملك الإسلام لما لا أبا بقي وحكوية لما حسوسنت هذه القيلة مركز أقول أي شيء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حولي أليكم خبري وأنا أبدأ سوعة بيقول الشيخ هاي وعلى الله قال بريت ولا أنا أبقى كافي نبقى ولد سيدنا دعي كرتا ودعي كرتا ما نقول إن شاء الله إلهي نور قادر من كسوها دعي هذا ما اسكت صعب يجيني ما اسكت صعب لمرك هذا كله وبشرك ما هني بشارني أنك ما دوا دعاء دويا والله ودعاء والله ما كنت أرتاح ما بشرك إلا عيسى وبشركم مالك بن دينار وهو أركب من الصخرة سنة ملح فضيع والصخرة دي أي لقى شيء يقول الله الله, الله شيخه دفع ما كاس حانو قبطة حانو قبطة والوحكة لأبقى ما كان معي مقعد إلهي شرفت له أفكن أكسر بحي يؤمن بل برير كان كده أدانا يأي خمر قال إيه وحانو نهكب إيسي عما مدي سي شيخ وانتو اسكب قادم وكبية بالإيه سأقول بيه وقف ريس مرقى أبو الشيخ وان سخرا سنة اسكب كيدا فقو كما صاحب مسكبتي هل يكي مسيح شيخي هل يكي مسيح لي منام بالغويري صداد أدو قرن مقع إلهي أدو حرم إيسي إلا أفكي مقع الله كسو بحي خمر قبلير كأدو قب إيسي أيانا نكون قلبي سي خمر وقبي ندلي سينا وكذا أفضل لقولي الله أكبر سادي تقول تقي وهو أركن لكم مسكيتي كل حد عايسني وقوي وطوبتك يعني فضيل بن عياض رحمة الله عليه ألقوك صوب لا بهدا يدا ألقوك صوب لا قاطع الطريق بها لسبها توب دتك جدكولي أصمايو دتك دعبوها آيات القرآن كو أركن من بني وراء أخرنا ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية آيات القرآن ورميين قارن إن بدك مؤمنين تا إسلام لماذا كل شيء إن قلب يغوخ الشعميين قارن وإلهي حسكي إسا إلهي عوامدي سيتي حصوصاني آيات كيسا قرآنك ميين قارين عرصدان آيات دامركم مغلي قول الميال لي مركز الآلة والله ما قاعد يقول خلاص إلى دورما إلى دورما كل جري يقول تبنمه قول الله أنا عاصم والله وهي رب اللهم بيقول ذاتك وميسا كو حيستينا وحي حولو كد عيبو السيئي إساقو المساجد كو قلي عابد بول نقض الزاهدة إلى مركز دمال نجل وعابد الحرمين وهو من لحب لون المكة إلهي كو عابد أيون نقضي ليه بلون من المدينة إلى هيكون عبد ربه الله مركي دم وما دو التوبة ده وبا هنتا وما دو التوبة ده إلا هو يرى الله وبا هنيا عليلك أي ما ده مسلمين تو أي تبنا يعني كجران وحاكيني وكسرة الدروب دروب تبدت أبار دبا ديراتي وأن نقب حيني وحاكيني وضروب تبا فربضتي بقال الله يا حروب صلق نقول إيسا أمد مروان بكجر تعدال أردتو وحاكيني وضروب تبا فربضتي هذه بدك شعوب تهدى إلهي وصل لغته وأي توبت كنتو عليلك إلهي كساريا أبارت إلهي كفيديا إلهي تبارك وتعالى ملحونا سنب تلده وقدي بيا مال بركة سنب إلهي سينيا أغنية وحا إلهي وأغنية دودة وحا وكي يليا كوبر الله وفقر وكوه يبا إلهي كي يليا دولة العباسية حل قيدي أيا بغداد وحا هاي سنة يلين الرجل متوكل بدكو آدو بلي حلوه بينا وكدعي
beerihiina uu ka qaatay, wixii fiicanay haystaana uu ka qaataa. Laakiin ninkaa waxaa la dhalatay gabadh wanaagsan oo saalixada oo la odhan jira Nafiisa, ayadoo maalin maalmaha ka mid a magaalada dhex socota ayo shacabkiibaa markaa arkay gabadhii. Gabadhii bay markaa ku dacwoodeen, waxay ku yidhahdeen walaalkaa oo amiirkii waddanka xoolahaygii buu naga qaatay oo beerihii buu naga qaatay oo wixii fiican baana ugu fiican yihiin buu yidhi. Maxaa ka yeellaa adaan kuu sheegaynaaye, aduu ku maqlaaye, aduuna ku jecel yahay, ku ixtiraama, waa walaalkaaye, u nasteexay oo nagala hadal dulmigii dhibaatada ha naga daaye. Sharaf cadu bay ku tahay, waan yeeli doonaa insha allah. Ayagu halkii la taagan ayaa boqorkiiba halkaas soo maray, balaa la galbinaayo. Markaa boqorkii ciidankiisu ku yidhahdeen walaashaaba halkaa taagan, uu ku soo leexday, markaasuu u yimid. Dadkii way farxeen, waxay yidhahdeen ilaahay baaba labada isku soo dhaweeye, cabashadeennii hadday u gudbino, way nagala hadliyo, wixii aanu nagahay soo dhow nii celin. markaa laba eray bay isweydiisteen iyo isweydaarsadeen baa leegi, waxay ku tidhi lima, markaa buu ku yihi kama, deenna way kala dhaqaaqeen. markay kala dhaqaaqeen oo boqorkii ka lidhay ayaa dadkii ku soo xoogteen gabadhii boqoradii, waxay ku dhaadeen waa kan ilaahay baaba kuu soo dhaweeyey, ninkii aan kaaga cabanayne maxaad ula hadli weydo, fariinteedii aad u gudbin weyday. waxay tidhi waa ninkii la hadlo asaguna sanku ii jawaabay ma. markaasay yidhahdeen oo maxaa istilaadeen lima iyo kamaa unbaad istilaadeen. waxaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa, maxaad dadka u dhacaysaan, maxaad dadka xoolahooga u qaadanaysaa, maxaad masaakiinta u dulminaysaa. wuxuu igu jawaabay kamaa, waxay ka dhigan tahay kamaa takuunu yuwalla calaykum, waxaad ku tidhahdaa sidaad idinku aad tihiin unbay madaxdiinuna noqonaysaa ku dhigu ku yidhi. haddaad hagaagtaanna way hagaagayaan, haddaad xumaataanna way xumaanayaan, waa wax isku xidhan. haddaad toobad keenno, nidaamka ilaahay baa gacanta ku haya bini aadam, nidaamka adduunka gacanta kuma hayo. dadku hadday toobad keenana ilaahay u soo noqdasooda isagaa bedelaya. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, ummad ilaahay nicmad uu siiyey kama qaado ilaa iyagu iska qaadan mooyaan. ummad xaaladday ku jirto ilaahay kama bedilo ilaa iyagu xaaladooda bedilo mooyaan. waxay culimmadu leeyihiin laa taqacu lmusiibatu ilaa bidambin walaa turfacu ilaa bitawba, masiiba ummad kuma dhacdo ilaa dembi ay geysteen ee masiibadaa ku timiday. ummad ilaahay masiibo kama qaado kama rafaco ilaa toobadu baa ilaahay masiibada ku rafaca. tawba, saa darteed natuub ila allah, ilaahay aan usoo noqono. ibnu fadeel bani cayaad allah naxariisteeda oran jiray bukaau nahaar yamxuu dunuub alcalaaniya wa bukaau lleyl yamxuu dunuuba sirri, buu oran jiray. dunuubtu waa laba dembi, waa mid qofku dadka hortooda uu ku galo weeyaan, midna waa dembi isagu uu siraysto oo ilaahay unbaa ku og. hadday dadku maalinkii ay ilaahay hor dhigaan gacmaha oo ay ooyaan oo ilaahay toobada ay weydiistaan, buu yidhi dunuubta dadka hortooda ay ku galeen ee lagu yaqaanaa ilaahay ka baabi'iyaa. hadday habeenkii saacadaha dambe ee ilaahay casa wajalla samada adduunka uu imanayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya, han siiye, ayaa toobad keene, toobadda han ka aqbale, ayaa dambidhaaf doonee dembigiisa han dhaafe. haddii habeenkii saacado ka mida qofku uu kacuu ooyana dembiga uu siraysta ilaahay mooyaane cid kale aysan ku ogeyna, oo inta habeenkii baa ilaahay ku dhaafaa, buu yidhi. ilaahay hanu soo noqon. attaa'ibu min addambi kaman laa dambe lahu, ka dembiga ka soo noqday waa sida qof bilaa dembi oo kale. laba marxaladood inta naftu aydan gaarina hadduu qofku soo noqdo ilaahay wa usoo noqon. dembigu intuu dooni ha leekaabo ka dembiga dhaafaya maaha makhluuq, waa ilaahay. haddaad ilaahay usoo noqoto toobad keentid, toobadda laba marxaladood ka hor hadduu qofku soo noqdo ilaahay toobadda waa ka aqbalaa.
هذا عذاب دك الصور نقطة على كي كذا على الباب هو حلا يا هذا النفط على كي نقول الناس هو صور وترى تابع حلا يا عفوا كن حلا كان رسولكم أركا إلهي أنا صلى الله عليه وما هكذا توبت كان هنا صلى الله عليه وسلم توبت كان هنا دين الله أنت أنك توبت كان هنا غفلة أنك توبت كان هنا قبيلة أنك توبت كان هنا معاصي أنك توبت كان هنا مثلا فساد أنك توبت كان هنا أخلاق دخول أنك توبت كان هنا فضيق حول إن الله هم فرسنا إنه أي أنك توبت كان هنا بدل أنت دينك بدل كي جانوك إيميني أي أنك توبت كان هنا بل أنت أرجو الصلاة وبتو المعاصي وبتو الزنا وبتو إن بيت بلاتو إن خمرك من البعوث قلو إن زندي فسقك فجوركو إيا حدتي بغداغو أوب أي بلاتو واحد دنوب بلاني سورة واحد كينا يا واتركو الدعوة أما دمرك الدعوة دي شغال الدين تا أي كتبتي إيا واح أي رؤون نصلحي أي ويدي دعوة دي الشيطان بهم ودخول على مكاس لأنه هو الشيطان بالرعين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا إلا فريق من المؤمنين ما إلى حين لا رد عوض بعدون بزجرف سعودي وضوء دعوة الحق نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي إمام كاها نبي قلنا أي إمام كاها دعوة حقا هي دعوة الباطل دعوة الباطل لإبليس كما علم يا شياطين يا مرافقين إبليس يا شياطين يا يهود يا النصارى يا منافقين علمانيين انت صدوها ويان وجنود إبليس ويان وجنود إبليس أجمعون وكيل إلى قرآن الرشيد إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا بين حين دعوة حق أمرك وأمحي والدعوة إلى الله عز وجل أمد إن حق إله اللوية أمد توبة إله اللوية أمد إن مساجد اللوية أمد إسلام لماذا إله اللوية وار مسلم باطح وار مسلم لما ملكة وسيسهيلين هو سوق ده بين الإسلام لما هذا الإسلام لما أصبر تب لان قابنا تهي لكن لان دارا وحاتك تهي مسلم مركا تهي هل بليون يتضبط بقوله مليون مسلمين أدوية الدافئة كنون أيا ولا لها يا إلهي باري إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو مسلم هو سوق ده بين الإسلام لما إسلام لما سامر هذا الدين قيس أخلاق ده ونكسر ما نبض نقول لنا أخلاق ده النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم لك دعوة دي دلالك الدين تا ما هل علماء كلية وحا كارك لغر روح كلية ما مسؤولين بان كان الدين تكون لك ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف سألون قرأك إلى هاي كشيء وسوف تسألون ولن يدين دونا ما حد دين الإسلام كأدو السوق قبطينا لقرن دونا حد السوق قبطينا ما حد كسو قردسي علمي عقلي رغنمدي وقتي بقالها دل يرمنا دي هل كيف دكتين ماشي اللي قلت لك لباد او استعماشي بس ملك لو قرر او استعماشي ثم لتسألون يومئذ إن شاء الله تعالى إن الدين تدلال كيغا كخيب هذا النوع ون توبت كيانو ون دتك توبت أوبيانو ون دعناها اسقب سنو ون كل شقينو واعتصموا بحبل الله جميعا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا الله لن يرافع بشارو هذا صف الله قال شري برشد القرآنك حتى واحد كبر نيسا قرآنك إيو علوم تشريع هذا أديك أوجو قريك يقوب هذا شقوب دوسيه أونلاين كا برشد القرآنك كريمك يشريع هذا إسلامك دروس تأوسيد تحرمها أوديو وحكم ذا برشد القرآنك كريمك إيو هجادة علوم تشريع هذا إسلامك تربية أولادة إيو أدع عربية هذا باس خورست واي سعطا هلا مروقا وحفا فاهينا كلا حريق من برادة شاشة دكا قمطة هملاني دوكسيكا أولاك برشاد القرآن كريمكا يعلن تشريعات دارو هجري